يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى لنا على شاشة القناة الأولى. بنعيش الحاضر وعنينا على المستقبل، واللي ملوش ماضي زي ما دايما بنقول كده لا ليه لا حاضر ولا مستقبل. عشان كده دايما معاكم في برنامجنا في يحكى لنا بنكون حريصين جدا على اننا ما ننساش ماضينا بكل رموزه الادبيه المهمه، وفي نفس الوقت نتعرف كمان على الجيل الجديد من الشباب وكتاباته وايه اللي بيفكر فيه. وفي كل مره بنتقابل فيها مع كاتب جديد من الشباب بنتاكد ان مستقبل الكتابه الادبيه في مصر من افضل لافضل. وقبل ما نبتدي حلقتنا معاكم ونتعرف على كتابنا النهارده، تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا زي ما احنا متعودين، ونرجع على طول نكمل حلقتنا. يحكى أن بيقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً في المكتبات الأسبوع ده وفقاً لتنويهات دور النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. الأسبوع ده احتلت الصدارة الكتب التاريخية وكتب التنمية البشرية وكمان الروايات الأدبية. رواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي تصدرت قائمة البيست سيلر في عدد من المكتبات. الرواية بتجمع ما بين الأحداث التاريخية والزاوية الدينية المرتبطة بلحظة خروج اليهود من مصر مع نبي الله موسى وتداعياتها التاريخية. وكالعادة كانت أعمال الإثارة والتشويق حاضرة في القائمة الأسبوع ده، وتحديداً مع رواية أنين الدمى للكاتبة نور عبد المجيد. الرواية بتدور أحداثها حوالين جريمة بيحاول البطل حل لغزها، لكنه بيكتشف وراها جرائم تانية أكثر غموضاً. من الكتب اللي ضمتها القائمة أيضاً كتاب لا بطعم الفلامينكو للدكتور محمد طه، ورغم إن الكتاب صدر عام 2019 إلا إنه بيحقق مبيعات كبيرة لحد دلوقتي، وخصوصاً إن الكتاب بيقدم إرشادات علمية لتنمية الذات ومفاهيم التغيير والاستقلال وبر الوالدين. كمان الكاتب أحمد مراد مازال متواجد بقوة في قائمة البيست سيلر بروايته لوكاندة بير الوطويط، اللي بتدور أحداثها حول جريمة قتل بتقع في لوكاندا صغيرة في حي السيدة زينب خلال القرن الـ18. ورغم سيطرة أدب الرعب وكتب التنمية البشرية وكتب التاريخ على القائمة، إلا إن الرواية الاجتماعية كانت حاضرة بقوة أيضاً الأسبوع ده، وتحديداً مع الكاتب عزة القمحاوي وروايته غرفة المسافرين. دي كانت أهم الكتب اللي تصدرت المبيعات في المكتبات المصرية الأسبوع ده. استنونا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد مع قائمة جديدة من الكتب المميزة. ومن الكتب الأكثر مبيعاً لشخصية الحلقة، وشخصية الحلقة النهاردة هي الأديب والناقد الأدبي الأستاذ يوسف الشاروني، وهو واحد من أهم الكتاب اللي أثروا في الحياة الثقافية بشكل كبير جداً في مصر، ورائد من رواد القصة القصيرة، واللي توفى في 19 يناير عام 2017. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونتعرف عليه أكتر ونتعرف على مشواره الأدبي ونرجع نبتدي حلقتنا. كفنان تشكيلي معجون بماء الموهبة والجنون، رسم الأديب الكبير يوسف الشاروني قصصه القصيرة وكأنها لوحات فنية، حتى لقبه أبناء جيله برائد الاتجاه التعبيري في كتابة القصة القصيرة. بدأ الشاروني رحلته مع الأدب عام 1954 عندما نشر مجموعته القصصية الأولى العشاق الخمسة، وتوالت بعدها إبداعاته ليقدم أكثر من 60 عملاً تنوعت ما بين القصص القصيرة والترجمات والروايات، وأهمها مجموعته القصصية رسالة إلى امرأة وآخر العنقود والأم والوحش. درس الشاروني الأداب والفلسفة وتدرج في مناصبه الوظيفية حتى أصبح وكيلاً لوزارة الثقافة، وهو واحد ممن تولوا رئاسة نادي القصة بالقاهرة نظراً لإسهاماته البارزة في هذا المجال. ترجمت أعمال الشاروني إلى الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية، وتوج تلك المسيرة بحصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 1979.
لم يتوقف مشواره مع الجوائز عند هذا التكريم الكبير، ففي عام 2001 كرمته الدولة بمنحه جائزتها التقديرية في الأدب، وظلت إسهاماته الأدبية مستمرة في مجال الترجمات والدراسات النقدية والتراثية حتى رحل عن عالمنا في 19 من يناير عام 2017. وده كان تقرير شفناه عن الأديب والناقد الأدبي الأستاذ يوسف الشاروني، وهو كان من الكتاب المخلصين جداً لألمهم وللكلمة اللي بيقدموها للناس، وكان عنده لون من ألوان الأدب ليه عاشقيه والمهتمين بيه. علشان كده بيعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم الأحداث الثقافية اللي بينتظرها محبي وعشاق القراءة في مختلف المجالات والموضوعات، لأنهم طبعاً بيلاقوا هناك كل حاجة بيهتموا بيها، وجميع ألوان الأدب وجميع أنواع الأدب بتكون موجودة. خلال أيام قليلة من شهر يناير الحالي هتنطلق فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالتحديد من 26 يناير ل 7 فبراير اللي جاي. وكانت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم عقدت مؤتمر صحفي تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلنت من خلاله تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي هيقام تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. وطبعا كاميرا يحكى أن ما كانش ينفع تفوت المؤتمر ده، وكانت موجودة عشان نقدر نعرف أكتر عن تفاصيل الدورة الجديدة للمعرض والجديد اللي هيكون موجود في المعرض. تعالوا مع بعض نعرف إيه اللي هيكون موجود جديد في معرض الكتاب، ونرجع على طول نبتدي كلامنا عن كتابنا اللي هيكون معانا النهاردة. يسعدني اليوم إعلان إطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، والذي يقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تأتي الدورة الحالية تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل، وتتواصل فعاليات الدورة خلال الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. وتحل دولة اليونان كضيف شرف المعرض، تم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتابة أطفال، كما تم استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي، وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40,000 جنيه بدلاً من 10,000 جنيه في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي. هوية مصر هي القضية التي يطرحها المعرض هذا العام ويناقشها ويركز عليها. جهود وزارة الثقافة المصرية التي أصرت أن يكون المعرض واجهة ثقافية لمصر والوطن العربي. الحمد لله احنا تشرفنا بوجودنا السنة اللي فاتت في الدورة 52، وهي فعلا كانت دورة استثنائية، والحمد لله قدرنا ان احنا يعني نكون قد التحدي إلى حد ما، وعملنا المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي كانت المنصة رائدة في مجال المعارض، وفعلا في دول كتيرة جدا من الدول اللي بتقيم معارض على مستوى العالم أخذت أفكار من الأفكار اللي احنا طرحناها في المنصة السنة اللي فاتت، وده كان يعني بالنسبة لمصر حاجة كبيرة جدا وحاجة شرفتنا احنا على المستوى الشخصي. ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا بقى مع كتابنا النهاردة، واللي هيكون بالنسبة لنا زي آلة الزمن اللي هتاخدنا وترجع بينا لسنين كتير ورا. والحقيقة إنه في تفاصيل كده يمكن كل جيل التسعينات ما يقدروش ينسوها، زي مثلا شريط الكاسيت، زي الفيديو، زي الأتاري، زي سلاسل الجيب، زي أحلام بسيطة كلنا كنا بنحلم بيها، ويمكن لما كبرنا في منا اللي قدر يحققها وفي منا اللي لسه بيحلم.
جزء كبير جدا من حياتنا اتقضى في التسعينات، والأحلام دي احنا بنعيشها النهاردة، واحنا كنا ما نتخيلش الحقيقة العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. يعني زمان أيام التسعينات مين كان يتخيل ان احنا النهاردة في ايدينا تليفون زي ده ممكن نعرف بيه كل حاجة بتحصل في الدنيا. تفاصيل كتير قوي اتغيرت. بس عايز اقول لكم ان الكتاب اللي هنتكلم عنه مش بس بيتكلم عن الماضي، هو كمان فيه نظرة مهمة جدا للمستقبل. يعني انا على المستوى الشخصي الحقيقة كنت فاكرة اكتر نوستالجيا، او كنت فاكرة اكتر بيتكلم عن اللي فات، لكن هو ما طلعش بيتكلم عن اللي فات بس، هو بيتكلم على اللي فات وبيتكلم كمان على اللي جاي. والحقيقة ان هو لكاتبة شابة جميلة، الكاتبة اسمها بريهان احمد وهي منورانا النهاردة، وده بيعتبر اول كتاب ليها. كتبت قبل كده يمكن قصص قصيرة، لكن ده بيعتبر ان هو اول كتاب ليها. الكتاب مشارك في معرض الكتاب وان شاء الله يحقق نجاح كبير. اهلا بيكي بريهان. اهلا بحضرتك. ازاي؟ الحمد لله كويس. اولا مبروك على الكتاب. الله يبارك. مبروك على مشاركته في معرض الكتاب، واعتقد ان دي بالنسبه لاي كاتب يعني خطوه مهمه وخطوه مفرحه جدا. ده اكيد طبعا. أكيد. انا مبسوطه ان انا بشارك في معرض الكتاب تحت شعار الهويه. اكيد. كتاب اسمه بقايا التسعينات. بقايا جيل التسعينات. بقايا جيل التسعينات. طيب بقايا جيل التسعينات، انا لما سمعته او لما سمعت اسم الكتاب حسيت ان هو بيتكلم عن الماضي، حسيت انه بيتكلم عن التسعينات. العلامات المميزه في التسعينات، بس انا عرفت منك ان هو بيتكلم عن الماضي وعنده نظره مستقبليه كمان. صحيح فعلا. كلميني شويه عن الموضوع. هو الكتاب طبعا هو مجموعه قصصيه بتتكون من 10 قصص مختلفه متنوعه بتدور في زمن واحد. الزمن ده بيتحدد من خلال الشخصيه بتاعت كل قصه، كلهم بيمروا بنفس المرحله الزمنيه، في حاجه معينه اثرت فيهم. وبقايا جيل التسعينات هي اللي تم اختيارها ان هي تكون اسم المجموعه. هي اصلا القصه فيوتشرزم، بتتكلم عن المستقبل ولكن بتنتقد المستقبل، وفي رؤيه تانية ليها للعالم الافتراضي وتوغله في حياتنا، وقد ايه هو موجود وقد ايه بيسحبنا من وجودنا ومن الاحياء ومن حياتنا الاجتماعيه طبعًا. مع بعضنا البعض طبعًا. فبيقول ان في جهاز جديد هيبقى اسمه اي جورن زي الايباد، وده هيبقى فيه انتخاب للصفوه من الصحافه والمذيعين، وهيتم طبعا ان مسبيرو بيبقى فيه حاجات يعني التاريخ موثق فيه فمش بيتم العوده ليه. وبيتكلم برضو الحاجة تحت شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب، احنا شعارنا الجديد في الدورة 53 هي الهوية، وهي برضو بتبحث عن الهوية، ان التاريخ ازاي هيتم طمسه لو احنا استغنينا عن الكتاب بالعوالم الافتراضية. كمان صورة الأموات اللي بيتم إعادتها مرة تانية، فازاي ان الواحد ممكن يصنع لنفسه غرفة يقعد فيها مع الأحياء فقط، مع الأموات فقط، متناسي إن في جنبه ناس تانية أو أحياء عايشين يعني حوالي. فده كله بالنظارة الذكية اللي هي بيتم الضغط أون وأوف عليها، فبالتالي الناس تبقى ماشية بس هائمة، كل واحد في العالم تاني مختلف. انا مش مستغربه اللي انت بتحكيه، لان اللي احنا وصلنا له النهارده ما كانش حد يتوقعه. ده اكيد. يعني زمان لما كنا بنتفرج على افلام مثلا امريكاني زي ماينوريتي ريبورت وزي حاجات كتيره جدا كان ليها علاقه برضو بالعالم الافتراضي والتصور والتكنولوجي، كنا نبص ونقول ده مش ممكن الحاجات دي تحصل في الحقيقه. احنا دلوقتي عندنا اعتقاد ان اي حاجه ممكن تحصل، وان التكنولوجي قادره ان هي توصل لاي حاجه، يعني قادرين ان هم يوصلوا لاي حاجه. ده حقيقي فعلا. التكنولوجيا كل حاجه بتطلع بشكل صغير جدا، زي الفيسبوك اول ما بدا كان مجرد عن عالم اجتماعي بيتم التواصل من خلال الماسنجر او الدردشه عليه يعني. بعد كده ابتدى الامر يتطور، بعد كده ظهر برامج ذكيه زي خاصيه اعاده الاموات الى الحياه وتحريك الصوره. على قد ما هي كويسة على قد ما هي ليها أضرار طبعا، وده بيبقى مجرد حاجات تجريبية لحاجات بعد كده. أنا شفتها الابليكيشن دي اللي انت بتتكلمي عنها. وفي فعلا هو مارك في آخر حوار ليه كان في أوضة 3D وبيقولك ان انت ازاي تنشئ اجتماع اكنك قاعد في حجرة الاجتماع بالظبط، ف
فهي نفس الفكرة برضه. فمن أجمل أن يتم تصويغها في قصة قصيرة سردية يعني. كتابك أخذنا للعالم الافتراضي وأخذنا للي جاي، بس هو كمان كان في نظرة للماضي، وكان في نظرة على الماضي، وكان في رجوعنا بقى لجيلنا والجيل التسعينات والعلامات المميزة في جيل التسعينات، زي الشريط الكاسيت، زي التليفون. تيجي نشوف الغلاف ونشرح من خلاله اهو. تعالى الغلاف بقايا جيل التسعينات زي ما انتم شايفين، شريط الكاسيت والتليفون القديم اللي كان بقرصه ده وكنا بنلفه زمان، والتلفزيون القديم، وبعض التفاصيل اللي ليها علاقه بقى كمان بالمجتمع المصري والعربي. عندنا الزلزال بتاع مصر مظبوط بالتاكيد، محمد الدره بالتاكيد. احكي لي بقى، احكي لي شويه عن الغلاف، فصصيه لي كده. طيب بالنسبه للشرايط التسجيليه دي، هي ليها قصه طبعا. الشرايط التسجيليه دي ان كان في حادثه حصلت وانا كنت متاثره فيها بحياه كاتب معين بيتكلم في اللقاءات، ان كان لي صديق يعني غالي عليه جدا، والصديق ده كان لسه مرض الانفصام ما ظهرش، وما كانش في التسعينات في يقين قوي بعالم الطب النفسي او الاعتراف. كان العيب ومش الناس ما بتتعاملش كانت معاه زي دلوقتي. ايوه ازاي انت هتقول مريض نفسي يعني مجنون؟ مع العكس، ان المريض النفسي مش مجنون. واكثر مرضى الانفصام هم مبدعين في الاساس. طبعا في زي فيرجينيا وولف، هي كتبت اخر روايه ليها وكانت بتتنبأ بانتحارها، او هي كانت بتكتب قصه انتحارها، ان هي بتواجه غول او شبح بتشوفه ومفيش حد تاني بيشوفه غيرها. فده كان ادى ان هي تحط في المعطف بتاعها حجر وتروح عند البحيره اللي قرب بيتها وترمي نفسها. فينست فان جوخ برضو كان ليه اشهر لوحه، لوحه مرصعه بالنجوم، ودي كانت اشهر لوحه ليه ومعروفه وبيتم الدراسه عليها، وكمان الطب النفسي أخدها يعني كتطبيق للمرض بتاعه. دي كانت بتوصف حالته والهلاوس اللي بيشوفها. حتى انت لو احنا جينا بصينا هنلاقي ان دايما في امواج حوالين اللوحة، النجوم، السماء داخلة في تداخل الوان، في عالم تاني هو لا يراه. دي كانت القصة دي. القصة دي بقى ان في واحد كان دايما اهله بيضربوه، بيجيبوا له شيوخ، مش عارفين يتعاملوا مع المرض. فهو في الآخر سجل على الشرايط بتاعت محمد عبد الوهاب وعبد الحليم، وقال أنا لازم، أنا شجاع، أنا هالك، أنا هرمي نفسي. فدي قصة أنا تأثرت فيها من كاتب أنا بحبه جدا. هو طلع حكاها، وفي نفس الوقت أنا قعدت أبحث كتير عن مرض الانفصام، وكان في مراجع سواء بالعربية أو بالإنجليزية قريت عنها، سواء برامج بيتم الكلام فيها عن مرض الانفصام. هو مرض خطير جدا. طبعا. طيب خلينا نتكلم معاكي شوية عن جيل التسعينات. ويمكن في ناس ممكن تكون بتتفرج علينا ما عاشوش جيل التسعينات، مش كل الناس عاشت جيل التسعينات. احكي لي شوية، إيه أكتر حاجة كانت بتميز جيل التسعينات من وجهة نظرك؟ اكتر حاجه يعني انا في القصه بقول بتاعت بقايا جيل التسعينيات، ان دايما كل زمن لازم يبقى فيه زمن تاني مصاحب لي. يعني مثلا احنا كجيل تسعينيات تمانينيات وهكذا، هنلاقي مثلا جيل الثلاثين اللي هو بتاع جده وتيتا مصاحبين معانا في الزمن ده، هم اللي بيحكوا لنا، هم الشواهد على ده. ففي القصه هي شاهده على هذا الزمن اللي هو خلاص مع تطور المستقبل، هي بقايا جيل التسعينيات. فبتحكي حوادث كتير، بتقول احنا لينا كانت في طفوله حلوه قوي. الطفوله اللي كان فيها التليفون مش واخدنا يعني ما كانش سمارت فون. ممكن انا ابعد معاكي بس انت مركزه في حاجه تانية، فاحس ان انت مش مدياني جزء من وجودي او كينونتي وانا معاكي. وهكذا. أجمل حاجة كانت بتميزنا التليفون، أجمل حاجة شرايط الكاسيت اللي احنا كنا بننزل نشتريها مثلا من روكسي والأماكن الجميلة. وكمان مش بننزل مجرد نزول، لا ده احنا بنتمتع بالأماكن الأثرية اللي موجودة هناك. أيوه. وبنشوفها طبعا. أجملها برضو الأحداث التاريخية، لما كان بيحصل حاجة. أنا زي ما قلت لحضرتك، الهوية إن أنا يعني كوني بحس بوجع أي حاجة عربية بتحصل.
فدلوقتي زي مثلا قضية الشيخ جراح لما حصلت هي عدت سهوا كده على الأجيال الأصغر، لكن إحنا في جيلنا كنت أنا فاكرة إن هي بنتأثر أكتر على المستوى الإنساني، بنتعاطف أكتر، كنا كأطفال بنتأثر وشكلت في وجداننا، بدليل إن أنا قعدت كتابتها مرة تانية وقلت إن زي العوالم الافتراضية دي جميلة وحلوة بتخلينا نصنع غرف زي ما إحنا عايزين وبنعيش فيها، بس أنت موجود داخلها بشروط حقيقي تمام حقيقي. فلو رفعت قضية معينة أو حاجة بيتم طردك برا العالم ده. طبعا، وانا شخصيا ضد العالم الافتراضي، يعني انا مش بحب التكنولوجي كتير، مش بحب الصخب الكتير في الالات وفي الادوات وفي التكنولوجي، يعني عارفه تحسي انه خدتنا من بعض فعلا. ده اكيد خدتنا من بعض فعلا، ده فعلا حقيقي. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه زي ما احنا في فترة التسعينات مع الكاتبة بريهان أحمد صاحبة كتاب بقايا جيل التسعينات عام 92. عايزين نتكلم معاكي عن بقية القصص. ياريت يعني احكي لي شوية عن بقية القصص اللي انت كاتباها في الكتاب. هو طبعا انا مش هفتكرهم بالترتيب، بس أكيد. انا هقول مغزى. طبعا احنا بقايا جيل التسعينات وضحنا ان هي بتتكلم ما بين الماضي وما بين المستقبل، وبتتكلم عن العوالم الافتراضية وتدخلها في حياتنا ومجتمعنا. في مثلا برضو فيلا 106، دي رعب شوية، هي متنوعة ما بين الرعب والفانتازيا، وزي ما قلت لحضرتك الطب النفسي ذكر بعض الأمراض فيها يعني. ففيلا 106 أنا مقتبسة، مش مقتبسة القصة أو استوحيت الفكرة من كتاب اسمه خراف الله. خراف الله بيتكلم عن الأرواح الشريرة أو الأرواح الشريرة المحيطة بالأرواح الآسمة، الأرواح الآسمة اللي هي بتعمل بعض الأفعال اللي هي ليها علاقة شوية بالكبائر وما إلى ذلك. فمثلا زي مثلا ما أكون واقفة يعني قاعدة وبكتب أي حاجة وسمع إن في خطوات على الباب، فحس إن في حد بيوشوشني إن في حد هيخش، أو بعمل الفعل ده الخاطئ ومستمرية في فعل هذا الفعل الخاطئ، وبحس ان في صوت جاي لي من ورا ان هو بيقول لي لا كملي انت صح، إيه انت ماشيه صح، اللي هو الوسواس بمعنى اصح. فالكتاب ده كان يعني استلهمت منه القصه دي، يعني هو طبعا كتاب ديني بس يعني عجبني جدا، وبعدها بفتره اتاثرت بيها وكتبت فيلا 106 اللي هي وجود هذه الارواح الشريره والقاسمه في الاماكن المهجوره المعزوله، حب الشخص ان هو يعيش في هذه الاماكن برضو من الاسباب اللي ليها علاقه بالارواح الاسامه. القصص الأسامة اللي بتتكلمي عنها دي، خليني اسالك، كانت ايه مصادرك علشان تقدري تعملي كتاب، عشان تقدري تكتبي قصص حقيقيه؟ هل كانت حياتك، هل كانت حياه اسرتك، جيرانك، صحابك، يعني كانت ايه مصادرك؟ هو طبعا ما فيش حد هيقدر يكتب من حياته لو هي حياته صغيره قوي، فمش هيقدر يقدر يكتب ده كله. بس احيانا الواحد بيعيش قصص كتير مع ناس حواليه. صحيح، يعني ممكن يبقى سنك صغير بس ممكن تكوني شفتي حاجات كتير جدا بالفعل بتحصل. والقراءه الكتير برضو طبعاً، لان لازم يبقى فيه مخزون، لان كتابه بدون قراءه طبعاً هي كتابه ينقصها الكثير. اكيد، لان انت برضو بتزودي المعجم اللغوي بتاعك، بيبقى فيه رؤية، العين لازم تشوف كتير، مش تشوف بس أفلام وسينما، ولكن أفضل أتأمل، لأن أكيد في حد بيشوف حاجة الكاتب مش، يعني الشخص العادي بيشوف اللوحة بشيء والكاتب بيشوفها بشيء آخر. مفهوم. الكتابة ممكن سطر من القراءة أستلهم منه قصص كتير. فهي عشان كده يعني القصص متنوعة. عملتي في كتابات متنوعة، يعني ما بين الإثارة، ما بين التشويق، ما بين الرعب، ما بين كذا حاجة، الجزء نفسي، يعني كان في كذا نوع من أنواع الكتابات وتنوع والأماكن. بالضبط كده، والأماكن كمان، يعني مثلا في كفر الشيخة سلمى. الشيخة سلمى دي حد يعني المفروض الناس بيعتبروها شخصية صوفية أو والية من الأولياء، كان هيختصبها جنود من الرومان،
نزلت ليها معجزة من السماء. الناس بيعتقدوا كده يعني. انت متخيلة ان في مقام بيتم فيه موالد وذكر وفي خدام عشان ناس بس لمجرد ان هي تحمل فتخش المقابر بالليل وهذه الموروثات يعني، او مثلا انا في حد اذيني فاعمل له حاجه معينه وارميها في المقابر دي. وفي القصه بتدور حوالين كده طبعا، في ناس كتير مصدقه في الحاجات دي للاسف بالتاكيد طبعا. وفي ناس بيصطحبوا معاهم اطفال. المكان ده بالفعل انا شفته يعني، كفر الشيخه سلمى ده بالفعل انا شفته. شفته من انت بتحبي الحاجات الرعب شكلك، بتحبي افلام لا خالص حقيقي بتتفرجي على افلام رعب كتير. لا 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 والله انا بخاف جدا لانك معظم اللي بيتفرجوا على افلام رعب بيخافوا. انا بخاف جدا ما اقدرش، لكن هي احداث واقعيه في ناس اتاذت منها طبعا. والوهم نفسه ممكن يخلي انسان عايش انا اتعمل لي حاجه فانا هعيش بالوسواس ده. أيوه. او بالوهم ده. ايه نوع انواع القراءات او ايه اللي كنت بتحبي تقريه فبالتالي كون عندك المخزون الثقافي ده او كون عندك الشكل اللي انت بتكتبيه دلوقتي؟ انا بحب اقرا كل حاجه. بحب اقرا في التاريخ، بحب اقرا طبعا في علم النفس، ابو علم النفس طبعا سيجموند فرويد ولاكان. بحب اقرا جدا، انا بحب الكتب النفسيه قوي جدا. انا كمان انت حتى كمان من الكتب النفسيه انا يعني ككاتبه بقدر استخدمها في شغلي طبعا. اقدر اعمل فايل للشخصيه بوصفي ناقده ايضا لان انا بحس الدكتوراه في جامعه عين شمس فشغلي في السرد، فده بيخليني اقرا اكتر في علم النفس والشخصيات. في سمات فسيولوجيه وفي سمات نفسيه يعني ممكن واحد يكتب الشكل في الروايه او في القصه، ممكن حد تاني يكتب النفسي فتتاثري انت كقارئه بالتاثر النفسي للشخصيه. أيوه. وده بيبقى اعمق وبيبقى اقوى وبيبقى محتاج بحث كتير. فالقراءات طبعا في كل حاجه سواء التاريخ او الطبيعه او علم النفس عشان اقدر اكتب عن الشخصيات او حتى كمان التفاسير الخاصه بالقران لان ده بيقوي اللغه طبعًا. ممكن تستلهمي منه قصص بقى. طبعا طبعا. طيب احنا كمان عندنا تقرير عاملينه ليه علاقه باهم القراءات اللي كانت بتجذب جيل التسعينات. تعالي نشوف كده كانوا بيحبوا يقروا ايه واحنا كنا بنحب نقرا ايه مش هم. فلاش، المغامرون الخمسة، رجل المستحيل، وما وراء الطبيعة. عالم كبير يرافقك في جيبك أينما كنت ويشكل وجدانك ويرسم حدود شغفك ومعرفتك. إذا عشت هذه الحالة فأنت بالتأكيد من أبناء جيل التسعينيات. لعبت سلاسل الجيب دوراً هاماً في تثقيف وتكوين وعي جيل التسعينيات حيث كانت نافذتهم نحو الثقافة والقراءة. من منا ينسى سلسلة رجل المستحيل التي صنع منها الدكتور نبيل فاروق بطلاً خارقاً مصرياً هو أدهم صبري الذي عشنا معه مغامرات شقية على مدار 160 عدداً من السلسلة الشهيرة والتي انتهت باعتزال أدهم صبري عام 2009. ولو كنت من هواة قصص الرعب فبالتأكيد تقاسمت ليالي الخوف مع الدكتور رفعت إسماعيل، تلك الشخصية المثيرة للجدل التي قدمها دكتور أحمد خالد توفيق في سلسلته الفانتازية الشهيرة ما وراء الطبيعة. حتى القصص المصورة المعروفة بمجلات الكوميكس ظهرت لأول مرة مع جيل التسعينيات عندما قدم الكاتب خالد الصفتي سلسلة فلاش التي خاطبت الصغار والكبار وقتها وحققت نجاحاً كبيراً على مدار 80 عدداً. ظلت سلاسل الجيب أيقونة ثقافية مؤثرة في تشكيل فكر جيل التسعينيات حتى أنها ما زالت محتفظة برونقها في المكتبات المنزلية. نشتاق إليها لنستعيد ذكريات الطفولة والمراهقة ونعيش معها من حين لآخر ساعات خارج إيقاع العصر الذي توارت فيه الكتب والمجلات خلف شاشات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه منورانا بريهان أحمد بنتكلم معاها عن كتابها بقايا جيل التسعينات.
كان عندك نظرة للماضي سردنا فيها كده شوية تفاصيل، وكان عندك نظرة للمستقبل انك افترضتي انه هيكون في كذا وكذا وكذا، وافتراضاتك واردة جدا انها تحصل زي ما قلت لك. انا ما بقتش متفاجئ خلاص من التكنولوجي. الحاضر ذكرتيه ازاي؟ الحاضر نورتي الدنيا فيه ازاي؟ شكله ايه كان الحاضر في الكتاب؟ الحاضر انا اتخصيت قصة اسمها حبال دايبة وقصة أخرى يبقى للعطاء حدود. إيه حبال دايبة بقى دي؟ حبال دايبة هي كانت بتتكلم عايزين عن أمل، ادينا أمل. أحس إن حبال دايبة دي ما هي لا هي بتتكلم عن الجواز المدني يعني فهي بتتكلم عن قصة تانية خالص. بتتكلم عن قضية كبيرة. أما يبقى للعطاء حدود اللي هي جدار عازل، دي تم استلهامها برضو من مقولة ابن عطاء السكندري اللي بيقول فيها ربما أعطاك يعني كان المنع عين العطاء، يعني أحيانا المنع بيكون من ربنا هو عين العطاء. أن أنت تكملي في علاقة ما. وأنا خصيت بيها المرأة، يعني القصة دي خصيت بيها المرأة وقد ايه ان هي بتضحي وقد ايه ان هي بتقدم وبيمنع عننا اللي هو شايفه مش خير لينا وبيبقى انقاذ من ربنا ساعتها. ايوه بالظبط كده. فكان لازم اذكر فيها المراه لوجودها طبعا وتضحياتها الموجوده في المجتمع، وان اي علاقه قايمه ان هي بتكون وين وين، ما ينفعش ان انا ادي وما اخدش طبعا، وما ينفعش ان انا افضل ادي ادي واضحي اضحي من غير ما التضحيه دي يكون فيها مقابل. أكيد. لازم لكل شيء يكون فيه مقابل. ولو ما فيش مقابل يبقى في تقدير على الاقل للي بيتعمل. بالتاكيد. على الاقل يعني لو مش هقدر اعمل زي ما اللي قدامي بيعمل، على الاقل اقدر اللي بيعمله. بالظبط كده. فهي كانت تقدير للمراه، حتى انا اهديتها لكل النساء والسيدات والفتيات، وان ممكن تكون علاقه هي بدايه جديده لحياه اجمل واحلى يعني. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي انا ذكرتها يعني ليها علاقه بالحاضر. بالظبط كده. ليها علاقه بالحاضر وليها علاقه بدور المراه، لان هي المراه مش نصف المجتمع من وجهه نظري، بل اللي هي كل المجتمع. حقيقي حقيقي طبعا، هي الام والاخت والبنت وكل حاجه، هي كل المجتمع. بالظبط طبعا طبعا. انا سعيده جدا ان انا قابلتك النهارده، وعايزه بس اعرف قبل ما اختم معاكي اللي جاي ايه، بتفكري في ايه في اللي جاي؟ يعني انت خلاص دلوقتي كتابك في معرض الكتاب، والحمد لله يعني ان انت محققه اكيد حاجه حلوه، ودي حاجه حلوه بالنسبه لك وان شاء الله تحققي اكتر. بس قولي لي بقى ايه اللي جاي، بتفكري في ايه؟ هتفضلي في قصه التسعينات والعالم الافتراضي، وواضح ان القصه دي برضو شغله بالك شويه اكيد، ولا ناويه بقى تبعدي عن القصه دي وتتنوعي وتغيري خالص جلدك؟ يعني احكي لي شويه ناويه على ايه. تمام. هي المجموعه القصصيه دي كانت زي بداية لحاجات كتير، حبيت أكون فيها متنوعة، حبيت أوري القراء إن ممكن أقدم شيء فيه حاجات متنوعة كتير حتى أنا ما أصيبش بالملل، فالإحساس ده يوصل أيضا للقارئ طبعا. لأن كل ما بيحسه الكاتب هو بيصل إلى القارئ. أما العمل الآخر هو مشروع أنا شغال عليه بقالي سنتين، هو رواية ويعني خلصت نصها أو فوق النص بشوية، وإن شاء الله دي تكون ليا. وأنا مش حابة أن أنا يتم تصنيفي أن أنا بكتب رواية بس، أنا بقدر أكتب قصة قصيرة وبقدر أكتب مسرح كمان. والحمد لله يعني أتمنى المعرض الجاي يكون فيه روايتي إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يوفقك، وسعيدة جدا أن أنا قابلتك في ريهان النهاردة. أنا أسعد، شكرا. ميرسي ميرسي. طيب دي كده نهاية حلقتنا النهاردة، اتكلمنا عن بقايا جيل التسعينات، واتكلمنا مع فريهان أحمد عن تفاصيل كتير جدا وهي الكاتبة طبعا. بشكركم على حسن المتابعة، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، واشوفكم في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. كان معكم رانيا السعيد، شكرا.